الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وفي علمكم. يقول السائل: هل زوج البدل حرام إذا كان فيه مهر؟ زواج البدل هذا ما يسمى بالشغار، الشغار جاء في الحديث النهي عن زواج الشغار، والشغار أن تجعل المرأة بدل المرأة، وليس هناك صداق، تجعل المرأة بديل امرأة، يزوجه بنته على أن الآخر يزوجه بنته وليس بينهما مهر، هذا شغار بإجماع أهل العلم، وهو نكاح باطل، نكاح باطل، لأنه فيه مضرة على النساء، وأن تزوج المرأة بمن لا تريده وليس هو من مصلحتها، من أجل أن يحصل هو على الزوجة من الآخر. فالمراعى في هذا مصلحة الولي فقط، وليس فيه نظر إلى مصلحة المرأة، فهو ظلم للمرأة. فإذا كان بدل امرأة بدل امرأة وليس فيه مهر، فإن هذا شغار بإجماع أهل العلم، وهو نكاح باطل، والوطء به حرام. أما إذا كان هناك مهر، كل امرأة لها مهر، امرأة بدل امرأة ولكن كل واحدة لها مهر، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من يعتبره شغارا مثل الأول ولا يصح باطل، ومنهم من يعتبره نكاحا صحيحا، لأنه ما دام فيه مهر فهذا لا ليس فيه ظلم للمرأة، أعطيت حقها وأعطيت المهر، ليس فيه ظلم لها، يكون صحيحا. لكن الرأي الأول هو الراجح، أنه شغار ولو كان فيه مهر، لأن المهر يتخذ حيلة، ولا تعطى المرأة كامل الحرية في الاختيار، ففيه ظلم للمرأة ولو كان فيه مهر. الصحيح أنه شغار، والواجب تجنب هذا والابتعاد عنه.